اختيار الطلبة والطالبات للالتحاق بكليات الفنون الجميلة في مصر، حضرتك يعني راضي عن هذا الشكل؟ هو أنا مش راضي على المجموع بس، يعني مجموع إحنا دلوقتي بنعمل يعني امتحانات داخل الكليات، وفي لجان دقيقة جدا بالاختيار، لكن هو المجموع اللي أنا ضده، يعني لأنه أنا ممكن يبقى واحد جايب 50% وموهوب مش هيخش الكلية، لأن الكلية مثلا بتاخد 80 أو 85%، ما ينفعش. والله يعني الحقيقة دي وجهة نظر جيدة، يعني انه يعني بالذات هذه الكليات اللي بتحتاج الى قدرات فنية خاصة، وحتى الكلية بعد إذن حضرتك كانت في سنين بتاخد، يعني بتخلص في المرحلة الأولى مع الطب ومع وفي سنين كانت أقل، كانت بتاخد من 55 و60 زمان، وكان بيجي لنا ناس طلبة بيحولوا من كلية الفنية العسكرية أو من كلية الطب ويجي فنون جميلة. هو ده الطالب اللي عارف موهبته فين وعارف مستقبله فين. لكن هي الفكرة المجموع يعني شكل يعني قوام لخريجين غير مفيد في المجتمع، يعني اللي جاب 99% أو 95% لوحده بيجذبه المرحلة الأولى في الطب، تمام؟ جايز هو جواه علوم، صحيح، جواه حقوق، مفيش ثقافة، الثقافة يعني العلمية الصحيحة لتأهيل الطلاب لاختيار كلياتهم فيما يتعلق برغبته وموهبته هو. أنا عندي طبيب يعني ناجح، يعني أو يعني محامي ناجح أحسن بمجموع عالي جدا، أحسن من طبيب فاشل في واخد أعلى المجاميع مثلا. ما هي مشكلة إن إحنا بنفضل حاجة عن حاجة، يعني أنا أفضل طبيب عن محامي قدير أو قاضي قدير، أو عن كاتب أو عن العالم في خريج كلية العلوم مثلا على مستوى يعني علمي، يعني يخدم البشرية أو يخدم المجتمع إزاي يعني؟ يعني هل الطب أحسن من فنان تشكيلي مثلا؟ يعني مبدع؟ لا، هذا جيد وهذا جيد وهذا مطلوب وهذا مطلوب، المفروض بالضبط. يعني احنا يعني لازم يبقى في نوع من الاحترام قيمة التخصصات المختلفة ونحترم، وده عرفناه كمان في أوروبا، بواب في أوروبا بيعامل نفسه زي الوزير بالضبط، والناس بتحترمه كأنه بشر وليه واجب من الواجبات زي الكناس زي النقاش زي المهني وهكذا، يعني فلا بد أن نرتقي بهذا.